شو القصة سيد إسلام؟ ليش بتفوت وما بتسلم؟ دوما بتستناني حتى أنا سلم عليك. ما بيجوز دكتور، ما بيجوز سلم عليك بالأول. كلمة ما بيجوز تبعك صارت تسبب لي قلق سيد إسلام، حاسس وكأنك مربوط بشوية قوانين وشرائع. طبعا طبعا دكتور، شرع الله فوق كل شيء. وكمان الشرع بيقلك ما تسلم عليه؟ طبعا، كيف لكان؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. يعني اليهودي والمسيحي إذا شافوا المسلم جاي مقابلهم لازم يزيحوا ويوسعوا له الطريق. وليش بقى؟ ليش المسلم في على راسه ريشة؟ طبعا المسلم غير الناس كلها دكتور. التمييز العنصري تبعك أبشع من العنصرية النازية سيد إسلام. ولك بدي أعرف بس شو المضرة إذا أنت سلمت بالأول؟ راح ينقص مقامك يعني؟ شوف دكتور، السلام غالي وما بيجوز نفرط فيه لأعداء الله. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر على جمعة فيها مسلمين ويهود ومشركين سلم على الكل، وهذا بيأكد إنه السلام يجوز على الكافر إذا كان في مصلحة. يا عال، أنت إلك مصلحة معي لأني عم عالجك، المفروض تسلم علي. مصلحة يعني إنك منفتح للإسلام دكتور وعندك قابلية تتقبل دين الله. عن عروة بن الزبير قال: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبادة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. مشان هيك الرسول لما كان بيسلم على الكفار كان بيقول: السلام على من اتبع الهدى، يعني من اتبع دين الإسلام، وغير هيك لا سلام. ايوة، وإذا بدك سلم عليك لازم تأسلم دكتور. شو تتكل على الله وتقول الشهادة؟ اي نعم، بقول الشهادة، أشهد بأنك مجنون رسمي وأن سبب جنونك النصوص الدينية تبعك، ولا أمل بشفائك ما دمت متمسك بهاي النصوص. كيفني معك؟ لا دكتور هيك نزعتها.